الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلال هذه الدقائق المعدودات أنبين لكم شنو خصو يعمل كل شخص زار المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وزكى السلام. شنو الأماكن اللي يمشي لها؟ شنو المراحل اللي يقطعها؟ شنو خصو يعمل في هذه الأماكن؟ وأول حاجة بدأ باختصار هو أنني وصلت حطيت الحقائب ديالي، ارتحت شوية، مشيت للمسجد النبوي. المسجد النبوي شنو غنعمل فيه؟ اول حاجه ندخل برجلي اليمنى ندير الذكر ديال دخول المسجد، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتي، او بسم الله اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك واصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دخلت المسجد نصلي بعض الركعات ونتابه بان الصلاه هنا في المسجد النبوي راه ماشي بحال الاماكن الاخرى، راه بألف صلاه إلا المسجد الحرام اللي هو أفضل 100,000 صلاة. إذا الحرم المدني المسجد النبوي 1000 صلاة، كتصلي صلاة واحدة هنا الفريضة بألف فريضة ما سواها، والنافلة بألف نافلة ما سواها. إذا ملي كتصلي هنا راه بحال كتصلي شهور في البلد ديالك. إذا كثر من الحضور ديالي في المسجد النبوي والصلاة ديالي للرواتب، وغضب عليها 12 ركعة هذيك الراتبة اللي كاينة في اليوم والليلة، كذلك نزيد من النوافل والطاعات، نصلي الفريضة هنا في المسجد، ما نفلتش الفريضة هنا في المسجد، يعني ما نصليش في الفندق ديالي، ما نكونش متهاون متكاسل ونصلي في الفندق ولا خارج المسجد النبوي وانا كاين في المدينة المشرفة، نغتنم هذا الوقت أيما اغتنام. إذا نصلي كما ذكرنا الصلوات ديالي هنا، نصلي شي بركة، ثم ديال النوافل ونطلق. شنو غندير؟ إلا تيسر لي في اليوم الأول في الدخول ديالي مباشرة نمشي للروضة الشريفة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا هذيك الروضة نصلي فيها. إلا ما تيسرش لي راه كاين يعني كتاخذ واحد الموعد وكتدخل الروضة المشرفة وتصلي فيها ما تيسر لك فيها إن شاء الله تعالى. إذا ها أنت صليتي في الروضة، واضبتي على الصلوات هنا في المسجد، على الفرائض والنوافل، لأن المسجد عظيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قيل نزلت في المسجد النبوي في فضله ومكانته، وهو المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من أوائل الأمور اللي دارها النبي عليه الصلاة والسلام، المؤاخاة بين الأنصار المهاجرين وبناء المسجد النبوي بالمدينة المشرفة. إذا عملت هذه الأعمال اللي ذكرت، صليت في الروضة، نخرج ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، نسلم عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، إذا زدت لا بأس. ندوز عند أبو بكر رضي الله تعالى عنه، السلام عليك يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك أديت الرسالة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، إلى وين هذه الزيادة؟ كذلك ندوز لعمر رضي الله تعالى عنه ونسلم عليه السلام عليك يا عمر يا أمير المؤمنين، أشهد أنك أديت الرسالة بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمور تسلم عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام، رغم من بعده مباشرة أبو بكر، من بعده عمر رضي الله تعالى عنه، ثم انصرف. نخرج نمشي للبقيع. إذن هذا البقيع هو الأماكن اللي كيدفنوا فيه الموتى، دفنوا فيه الصحابة كثار بحال عثمان رضي الله تعالى عنه، دفنوا فيه كاين حتى الأئمة بحال الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه، كذلك أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كثير من أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله تعالى عنهم مدفونين في البقيع. فندخل البقيع اللي كان كيدخل ليه النبي عليه الصلاة والسلام كيمشي ليه ويزور الموتى للمسلمين فيه، فنمشي ليه وهو رجع يعني على اليسار ديال المسجد النبوي، نمشي ونسلم السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن لاحقون بكم إن شاء الله تعالى، رواية أنتم السابقون ونحن لاحقون، ثم أدعو لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، وندعي للأمة جميعا في ديك المقبرة ونشوف راه كيدفنوا الأموات في الليل وفي النهار في البقيع، نشوف هذا الموقف وهذا المسألة ديال كيفية الدفن عندهم، ثم الحال ديال الإنسان، الدار ديالو الحقيقية والمأوى ديالو والمآل ديالو. وأتصحب كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر، الآن فزوروها كما قال عليه الصلاة والسلام، زوروا المقابر فإنها تذكر بالآخرة، إن نذكر الإنسان بالتعب، وحقيقة مواقف مؤثرة جدا بالبقيع، الإنسان اللي شافها ونسأل الله عز وجل اللي ما جاش أنه يجي إن شاء الله تعالى مرات وكرات ويعيش هذا فترات الروحانية القلبية الإيمانية في هذه الأماكن المباركة. إذن هذه
الأعمال اللي ذكرنا. دخلنا مشيت صليت في الروضة، صليت سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر عمر، نشوف الباقية. كملت في المسجد النبوي، نواظب الله يجزيكم بخير، كنكرر الصلاة. غنمشيو دابا إن شاء الله تعالى إلى مكان آخر، وهو كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هو قباء، مسجد قباء. كاين الناس اللي كيجي للمدينة المنورة كيمشي لقباء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي له خاصة يوم السبت، كيمشي إما ماشيا أو راكبا ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وقال يعني من توضأ أو تطهر في بيته وذهب إلى قباء فصلى فيه كأنما له أجر عمرة. شوف تمشي تطهر ولكن بنية تخرج من البيت ديالك بنية أنك تمشي تصلي في قباء، طهر توضأ وتمشي لقباء بهذه النية، ماشي غادي كتسارى كتدور وتمشي لقباء معها، لا تمشي بهذه النية، طهر توضأ وتخرج بنية أنك تمشي إن شاء الله تعالى إلى قباء تصلي فيه. صلي فيه ما تيسر لك، حضرتي الفريضة صلي فريضة، ما حضرتيش صلي ركعتين صلي أربع، صلي ما تيسر لك، هي بأجر عمرة إن شاء الله تعالى. إذن هذا المسجد قباء، المسجد هو أول مسجد سن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدخول ديالو من جاء من طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. قبل ما يوصل المدينة هنا المسجد النبوي، قبل ما يتبنى لهذه الأرض اللي غادي يجلس فيها عند أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قبل ما يبني البيت ديالو النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى البيت ديالو بعد شهور قاعد أبو أيوب الأنصاري، ولكنه آخى بين الأنصاري والمهاجرين وبنى المسجد النبوي قبل ما يبني البيت ديالو لعلمه عليه الصلاة والسلام بمكانة المسجد، لأنه راه هو اللي كدار فيه الأمور ديال الأمة جميعا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء بناه قبل ما يوصل لهذا المكان هنا، هو الأول بنا فيه، وريح الاثنين والثلاث عن بني عمرو بن عوف، الاثنين والثلاث والأربعاء والخميس، ثم مر وصلى الجمعة في راه واحد المسجد كيسميوه مسجد الجمعة عند بني النجار، راه كاين في الطريق كذلك ديال المدينة، ثم دخل المدينة المشرفة. إذا قباء نصليو فيه لهذا الأجر ديالو وهذا المكانة ديالو وهذا العظام ديالو. وبقي لنا واحد المسألة أخرى وهي مهمة كذلك، وهي زيارة شهداء أحد، الذهاب إلى ذلك الموطن إلى جبل أحد الذي يحبنا ونحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال جبل أحد نحبه ويحبنا، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما وقف فيه هو أبو بكر وعمر وعثمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تزعزع جبل أحد، قال أثوة أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكانت هذه من نبوآت النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته أنه بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان وقد ماتا شهيدين رضي الله تعالى عن الصحابة. مشي شهداء أحد، نشوف المكان ديال فين كانوا الرماة والأحداث التي وقعت، وجميل أنني كان ربط الماضي بالحاضر وبالما عانه المسلمون من قلتهم في ذاك الوقت في معركة أحد، والشد التي والضيق التي وقع فيها وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له في ذلك اليوم المشهور صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. إذن ثم أدعو لشهداء أحد وقد مات فيها من كبار الصحابة ومن عظامهم كحمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي تأثر لموته صلى الله عليه وسلم، وحنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات فيها عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصحابة كثر رضي الله تعالى عنه، عمرو بن جموح، المنذر بن عمرو، يعني مات صحابة كثر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، في مصعب بن عمير حامل اللواء أول سفير في الإسلام، تبكى النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه كما بكى لحمزة رضي الله تعالى عنه، حنظلة غسيل الملائكة الذي أتى جنوبا واستشهد جنوبا بعد دخلته بزوجته لما سمع حي على الجهاد خرج من غير أن يغتسل، يعني مواقف ثم تستحضرها ثم تذهب إلى المكان الذي فيه مقابر شهداء أحد فتدعو لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وتدعو لنفسك وللمسلمين جميعا. فهذه باختصار الأماكن. بعض الناس كيمشي كذلك مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين ماشي هو الوحيد اللي تصلى فيه إلى قبلتين، القبة كذلك صلي فيه إلى قبلتين، مساجد أخرى صلي فيها إلى قبلتين، لكن هذا الشهر عند الناس بين القبلتين، وهذا ما فيه شي دليل على الذهاب ليه إلا إذا كان الإنسان كيمر كيشوف فقط، أما باش يعتقد بأنه خصو يتصلى فيه ولا خصو يزورو ولا كذا، هادشي راه كله ما كانش. الرحال تشد إلى ثلاثة مساجد كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا وهو المسجد النبوي اللي حنا فيه الآن لله الحمد والمنة، ومسجد الحرام الذي بمكة، والمسجد الأقصى الذي بفلسطين. فإذا هذه المساجد التي يشد إليها الرحال ولا يشد الرحال إلى غيرها. قباء عندنا فيه دليل بأنك تصلي فيه، فهذا الشيء لا شك عليه.
فخذ، أما غيرها من المساجد فإن مررت وأدرتك الصلاة فصلي، ويعني أما أن تزورها بذاتها وتخصصها فليس عليه دليل. إذن هذا ما يمكن قوله بخصوص الحضور والذهاب إلى المدينة المشرفة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقني وإياكم إلى أن نكون عمار بيته المسجد الحرام المسجد النبوي، وأن نصلي في المسجد الأقصى، وأن نصلي إن شاء الله تعالى في المسجد الأقصى، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى وإياكم من المعتمرين حجاج بيته الأمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلى وأعلم.